اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج شارع النهار. النهارده ضيفتنا اشتغلت في اكتر من برنامج جاد وسياسي وشفناها كلنا كتير كمذيعه، ومن ثم بدات حياتها الفنيه بحمله اعلانيه ضخمه. ومن ابرز المسلسلات اللي شفناها فيها ايه يا نانسي؟ دكتور امراض نساء والبلطجي وادم. معانا النهارده فنانه اسكندرانيه شقيه ولذيذه جدا جدا، معانا بسنت الصبح. الاخبار الحمد لله تمام، ومبروك على البرنامج. انا مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده، وان شاء الله تبقى حلقه حلوه زيكم كده. وبس ممكن بقى ندخل في الموضوع. انت يا معلم كنت مراسله وبتتكلمي في السياسه، وبعدين كنت مذيعه وبرده في برنامج سياسي. انت ايه؟ يعني هقول لك ليه التحول ده من السياسه للبرامج للتمثيل؟ لا، هي النقله الغريبه جدا ان انا كنت من سياسه لميلودي الاقتصاد. من سياسه الاقتصاد على طول. هي دي الفكره، بس انا ما بحبش الروتين. فاكره ميلودي؟ والله كانت شويه ما تخلينيش اعمل فيك اللي عملته في وبرق له على طول. كان جامد. الكامبين دي كانت بالنسبه لي حاجه غريبه. انا كنت في المحور مراسله سياسه، وبعدين اتجاهي كان اذاعه ودراستي وكل حاجه، فكان نفسي ان انا اطلع مذيعه مشهوره ويبقى عندي برنامج وابقى كده يعني. يا ولد لازم كان الموضوع يا اما يبقى سني كبير عندي خبره كبيره، يا اما استنى بقى ان انا ابقى مشهوره. فجالي التمثيل. فكنت اقعد اقول لا انا اشتغل ممثله استحاله. فاقنعوني عشان مش هتعرفي، ولا موضوع غريب عليكي، ولا هي ما كانتش ما عندهاش لسه؟ لا خالص، بس كنت بحس ان انا بعد كل المذاكره والتعب ونفسي اطلع دكتوره اعلاميه هطلع فنانه. يعني انا كان في اعتقادي كده الفن ده ايه يعني؟ حاجه سهله. ما كنتش فاهمه قد ايه ان هي حاجه متعبه ومحتاجه شغل جامد جدا. طب ايه اللي غير بقى الفكره دي كلها؟ الايه بالظبط؟ ايه اللي غير الفكره ان انت تروحي تتجهي للتمثيل؟ ما كان انا كان عندي يعني كنت شغاله في المحور. ايوه. وبعدين كان بيتعمل لي برنامج ما وحصلت مشكله، فانا دايما بحب اختفي في المشاكل في الاجواء. بالظبط. فلقيت الموضوع مهلك قوي عشان اوصل للحاجه اللي انا عايزاها تاني، فكان كل شويه بسنت تمثلي، فاقول لهم لا تمثلي لا، لحد ما اتقابلت بحمد الله المخرج بتاع الكامبين. حمد الله جميل. جدا حبيبي. جدا. فقعد يقنعني، فقلت له لا انا مش هشتغل ممثله، نو واي نعمل حاجه زي كده. فقال لي الموضوع مش اعلان، ده فكره الفيلم، وهي البنت عندها مشكله نفسيه من جوز مامتها وعمل وعمل. فقلت ده دور صعب قوي مهم، انا ممكن ان انا افكر في الموضوع. وفعلا عملنا الكامبين وكسرت الدنيا، ولقيت نفسي بحب الكاميرا بشكل رهيب. انا عايزه امثل طول اليوم يعني، طول الوقت. جميل. بس ومن هنا جالي ادم بعديها على طول، ده كان اول مسلسل. ادم ده كان مع تامر حسني صح كده؟ صح. ده كان اول حاجه في حياتي اعملها، والناس كانت دكتور امراض نساء كان دور ادم. قول معايا عشان مرات احمد زاهر. ده لا ده ادم. مرات احمد زاهر في ادم. دكتور امراض نساء كان يا معلم، انا نسيت الاسامي بتوعهم. ده مصطفى شعبان. مصطفى شعبان. ايوه قولوا معايا. بس ده كان في فرق كبير ما بينهم. يعني انا عملت ادم بلطجي بابا، فيلم بابا بتاع احمد سقا. ايوه. وبعد كده عملت ده الفيلم. طلع فين بابا؟ أيوة. بقى في الاخر والله لحد دلوقتي بدور عليه، بس ده كان فيلم لذيذ قوي. كان حاجه كوميدي. كوميدي جميل قوي. كان احمد سقا ودره. ايوه. كان لذيذ قوي، كان حاجه لايت، وكان استاذ علي ادريس حد خطير قوي. جميل طبعا طبعا. استاذ عظيم. ايه تاني؟ وكان في لا تطفئ الشمس، بالنسبه لي ده حاجه مهمه قوي. مسلسل سمعت الكلام ولا طفتيها؟ ايه الشمس؟ لا ده مسلسل عظيم والله، وانا كنت الناس اللي متابعينه كويس جدا. وليسي كان في صاحبه وبعشق المسلسل ده قوي، وبعشق كواليسه والناس. ده مسلسل على الهوا بالنسبه لي. طب الهوا انا عايز اسالك سؤال، دورك كان في الروايه ولا طبعا؟ لا ما كانش في الروايه. لا خالص. هقول لك على حاجه غريبه جدا، كنت قاعده انا ومامي بنتفرج على المسلسل، فكنا في نص رمضان يعني، فبتقول لي كان نفسي تبقي في المسلسل ده. قلت لها معلش بقى السنة الجاية إن شاء الله وعدك. مفيش والله العظيم فعلا بعديها بربع ساعة بفرج على الحلقة
بسنت ايوه احنا كنا بس محتاجينك في مسلسل، مسلسل ايه؟ لا تطفئ الشمس. ايوه ده الجزء الثاني حضرتك. قال لي لا ده دلوقتي خد كلم ماما. فما فهمتش ده بيتكلم بجد، وفعلا رحت لهم سبحان الله الساعه 12 بالليل عشان كده بقول له خد كلم ماما. ماما بعتها بيوم على طول، فكان من الادوار المهمه بالنسبه لي جدا. ده حلو. طيب قول يا سوره. طيب انت والله العظيم يا فندم والله يعني انت عارفه والنبي انت اللي كسر الموضوع. فانا بص كسر الموضوع كسر اللون سلطان. انا بجد يعني منبهره بقد ايه ان انت ضخم. ربنا يخليك. وبعدين جسمك دي مفاجاه لكل الساده المشاهدين طبعا يعني. بس انت حرقت الموضوع، انت اول مره تشوفيني فيس تو فيس طول الوقت في التلفزيون. انا نفسي اول مره اشوفني فيس تو فيس. لا بس خطير. متعود على شكلي في التلفزيون. والجزمه الجزمه رائعه جت عكسها. لا بجد حلوه قوي الجزمه. الحمد لله الحمد لله. طيب ميرسي يا بسنت. بسنت انت بيتوتيه جدا. الله حلو. بعشق البيت والمطبخ ورياضه. الله برافو عليكي. فنانه. تعملي رياضة ايه بقى يا حبيبي؟ كل ما تتخيلي. زومبا بقى وسكوات و سكوات بعمل 300 في اليوم. ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. لا لا ما شاء الله. لا ايه يا اميرة؟ هتقول لك باين. بحب الرياضة قوي ما شاء الله. بحس ان انا عايشة يعني. انا ممكن ما بعرفش اعبر بالكلام، فبحس ان انا بعبر عن بالرقص. سيبني في اي مكان هرقص. بحب الرقص جدا واللعب والتنطيط. ترقصي ايه بقى؟ كم كل حاجه برضه. كل الرقصات. لو احنا عملنا لك اختبار رقص زومبا سالسا تانجو تكسي بجد؟ يعني هحاول. هتشجعيني بجد؟ نجرب. والله لعبه حلوه. تيجي نلعبها؟ نلعب رقص. طب قومي اعملي لنا حركه تانجو. لا لا ليه؟ مزيكا نسمعها مزيكا مثلا. مع بعض. تعرفوا تعملوا تانجو كده يا جماعه؟ ده الراجل بربش اهو. حاجه تانجو صلصه تحت الصلصه سلطان ترقص بس انا يا بنتي ما باكلش المكرونه من غيرها. طب ممكن اي حاجه وانا هشارك معاكم. خلاص عبال ما يجهزوا لنا الحاجات دي تعالي بقى احنا نتكلم في موضوعنا وهنعمل لك اختبار رقص على 180 درجه الحراره عشان عايزين بيجهزوا الاغاني اصلهم طب انت بتحبي تكتبي اصلا؟ العصفوره قالت لي يا بسنت ايه اخر حاجه كتبتيها في وقت فراغك؟ انا بكتب مذكراتي يعني. بكتب بقالي اكتر من اوعى 15 سنه بكتب. اليوم بيومه. ايه ده كل يوم؟ والله هتكتبيني ايه في يومك؟ بكتب اللي انت قد ايه جميل وضخم وجزمتك حلوه. الله الله. فاكره جزمتي جايبه معاها اكتر مني. الحمد لله. هتكتبها الحمد لله الحمد لله. طيب دي حاجه مهمه يا بسنت انت تكتبي مذكراتك؟ جدا. وانت باديه من بدري ده انت قصداه ولا انت بتسلي نفسك عشان ما تنسيش اي تفصيله؟ خالص لا 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 نهائي. بس من صغري لقيت نفسي بحب الورقه والقلم قوي. وبعدين عشان انا عايزه اعرف انا مين. انا مش عارفه انا مين يعني. كل يوم بلاقي نفسي بعمل حاجه غريبه. طب ما نسالها انت برج ايه؟ مهم جدا. عشان نعرف برضه برج اللي بيكتب كل حاجه. ايه بقى؟ ايه بقى؟ ايه بقى؟ صعب جدا. طب حذر بس هزعل الاول ولا العقرب؟ اعوذ بالله. انت كوس؟ انا اسفه في حد عقرب؟ لا انا قلت اعوذ بالله. لا 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 عقرب مش وحش. لا انا اقول لك انت برج ايه؟ قول. انت برج الحوت. كوس. ممكن كوس. جدي. ها دلو. حد يقول اي حاجه. سرطان. اعوذ بالله ليه بس؟ جدي. لا اسد. اها عذراء. مع عذراء اسد. عذراء اسد. شغلوا لها حاجه للعذراء. قالوا جوزاء. انت يا عذراء يا حلوه. حلوه قوي. فظيع. انت ايه؟ انا حوت. الله. وانت؟ الله. دلو. كنت اقول لك اعرفي حوت دلو. دلو ايه؟ دلو. طب ايه احسن برج يمشي معاكي في العلاقات الزوجيه؟ حوت. الدلو. عذراء حوت. لا حوت بحسه كئيب دايما. إيه عايش في دراما. رجاله. في رجاله. ليه؟ انا بشوف رجاله الحوت فرفوشين. طيب رجاله الدلو ايه؟ الدلو الدلو جميل قوي والله. كيوت. رايك شفتي؟ مساء الجمال. بس برضو لما بتطلع الزربونه بقى بتلاقي الدنيا. ما تعملتش بصراحه. لا الحراسي ما بحب العقرب. ما تعمليش بقى رجاله العقرب. انا كمان بحبهم عشان مجانين. والاسد. الاسد ماشي بس بتوع حوارات. بس مش قوي يعني. هم ممكن نقول في كام برج كده. دلو دلو شهر واحد. انا بحبهم جدا الله يكرم قصدك. زي دلو واحد مش دلو اتنين. مين تاني عندك مثلا؟ كوس.
القوس والميزان. والميزان لزاز. وبحب العقرب. انا بحبهم قوي. انا بحب كل الناس، بحب كل الناس، بحب كل الناس. حمل وجدي بقى وداخل في كله، جمل والكلب، برج الكلب. والله العظيم انت عيد ميلادك قرب. انا عدى 23 شهر واحد. كل سنه وانت طيب. انت طيبه. شهر واحد ده. الله. طب يلا سلطان. طب انت ليكي في الكوره؟ اه طبعا بجد والله. تلعبي كوره؟ سمانه سعيد معوض ده تامر قالها. طب كويس انك خدتي من السمانه. طب بتشجعي مين؟ انا بشجع الاهلي طبعا. اهلاويه صميمه. انت زملكاوي حتى تختلف؟ اهلاوي حتى لا. كل اللي لا ما نجيبش سيره كل اللي ده. انا اهلاوي. طيب انا بقى انا اهلاويه زيك على فكره. احنا كلنا هنا اهلاويين. اه الحمد لله تمام. طب دي رساله بقى تمام. طب مين بره مصر يا باسنت؟ برشلونه. برشلونه. برافو عليك. انا بشجع محمد صلاح في اي حته. اكيد اي حد بيشجعه اكيد. انا محمد صلاح واتيفر هو فين بقى انا معاه. وفي البلاي ستيشن ايه بقى ليكي في البلاي ستيشن؟ بص بحاول يعني بحاول عشان كل عشان اجري الموضه يعني. اه بس مشكلتي ان انا بقوم دايسه على كل حاجه في وقت واحد، عارف اللي هو ايه؟ انا لازم اكسب فعامله كده وفي الاخر اقوم راميه ونفست خلاص. عملتوا اي اختبار مزيكا؟ بليز يا جماعه لا. لا والله ده حلو جدا. طب ايه؟ طب خلاص وانا بختم هرقصك. هترقصي معايا؟ ايوه. انا ما بعرفش ارقص تانجو. انت تانجو؟ ما انا ما انا ما بعرفش. انا بابا تانجو بقى. انا هيب هوب. انا معاكي جدا. شويه برضو شرقي. شرقي؟ اه. الله يا لهوي. بعد الدنيا على طول. اه شرقي. تلعبي اي حاجه منكم حلوه يا جماعه؟ تلعبي بابجي؟ لا خالص. صح؟ بكرهها. كل الناس تلعب بابجي. بكرهها. بيقتلوا في بعض. وانا مش بلعبها برضه. لا خلاص. لا ما بقتش. لا اه فعلا لان انا يعني ما يعني مش برتاح في القتل والحاجات دي. مش ده اللي بيخرج الطاقه السلبيه يا سلطان. انت شخص كيوت ما ينفعش تعمل كده. الله يكرم اصلك بجد. يعني كيوت يا جدعان اللي بقول ايه؟ لا بجد القتل في حاجات تانية تفرغ مشاعرك فيها زي هوايتك، الحاجه اللي انت بتحبها. مش لازم الحاجات دي. مش يعني مش احنا يعني. انا مثلا لما بقول افيه او لما بقول حاجه تضحك او لما بقول حاجه فعلا بسمع حاجه حد بيقولها بتضحك، انا بخرج طاقه سلبيه كبيره جدا يعني. اوكي بس انا ببجي دي ما بفهمهاش بصراحه. ان انا ضرب ضرب دي لا انا برضو ما لعبتهاش خالص اصلا. المهم انا بحب ماريو. بتحبي ماريو؟ جدا اتاري. جدا اتاري. اتاري بحب الاتاري انا قوي قوي. المسدسات والفراخ فاكر؟ الله. وفي الحرامي اللي كان بيجري ويقوم قفشه من قفاه على طول. قفاه. وكان اسمه فيه اللي هو السبيد قوي ده. سوبر ماريو. لا لا السبيد. سونيك. سونيك. مش فاكراها دي ازاي كده؟ بتعملي ايه في وقت فراغك يا بسام؟ برقص برضه. بس هي بس تاني بس برقص. طب انت بتبقي فاضيه امتى؟ بعمل في وقت فراغي ايه؟ سمعنا حاجه ترقص بليز. انت ما جوعتيش يا بسنت؟ ما جوعتيش؟ انا من كتير قوي جعان. احنا كمان هنخليك تبذلي مجهود مضاعف في الرقص عشان تاكلي بقى حلو. بالظبط. وهناكلك وهناكلك. في جرجير في الموضوع؟ جرجير؟ اه. لا مش عارفين الشيف هنعمل لك اللي انت عايزه. اي حاجه. جرجير هيجي بيه. خلاص. كله بيحصل. يلا يا حلوين. بهوات الدنيا حاجه ترقص. ها شيء رقص شيء جميل. استاذه بسنت فوزي عذراء. يلا استاذه بسنت دلوقتي فاضيه في وقت فراغها فهي هوايتها. لا, لا 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 ونانسي هترقص معاها وانا هرقص طبعا معاكم. قوم يا قوم. يا دنيا زحمة.
إلا تلت ومعادي معاه تمانية أهلام السكة دي رحت ولا لاقي سكة تانية والساعة إلا تلت ومعادي معاه تمانية أهلام السكة دي رحت ولا لاقي سكة كتير الناس كتير وانا عايز اوصل واطير كتير الناس كتير وانا عايز اركب هاجي من هنا لحمة اروح هنا لحمة هنا هنا او هنا لحمة واجي من هنا اروح هنا هنا او هنا زحمة يا دنيا زحمة. ايوه برافو.